احنا هنضغط على الامريكان امتى؟ مش معقول مصر طول الوقت هي اللي واقفة بطولها. وبالمناسبة ولأجل المواقف المصرية وتحديدا من 14 لحد 24 احنا بنتعاقب يوماتي، والعالم عارف ان احنا بنتعاقب يوماتي، واخواتنا العرب عارفين ان احنا بنتعاقب يوماتي يوماتي دون اي مبالغة، عشان مواقفنا كلها، مواقفنا من الإخوان، مواقفنا من الإسرائيليين، مواقفنا من إن إحنا بنقول للغولة عينك حمرة يا غولة، بنتعاقب. معانا على التليفون سيد سفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهلا بيك يا فندم. أهلا يا أستاذ يوسف. أهلا بحضرتك سيد السفير. يعني بتاريخ دبلوماسي طويل وتاريخ الدبلوماسية المصرية هو التاريخ الأطول والأهم في المنطقة بأسرها، كيف ترى سيد السفير قدرتنا كجامعة عربية، مش بتكلم على المنظمة وإنما على المجتمع العربي، في أنه يمارس ضغوط على الإدارة الأمريكية حتى يتم توقيف هذا العدوان؟ طبعا أستاذ يوسف، قبل الحديث عن القمة العربية بعد غد وما يمكن أن ترسله من رسائل، دعنا نقف ونحيي الموقف المصري الهام والمؤثر والأكثر فاعلية ومصداقية لدى إسرائيل ولدى الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أتفق مع رأي حضرتك منذ قليل، الولايات المتحدة مساءلة ليس فقط أمامنا كحلفاء استراتيجيين أو منطقة عربية لها صلات بواشنطن، ولكن مساءلة أمام الضمير الإنساني، مساءلة أمام المنظمة الدولية والأمم المتحدة. سئلت في مجلس الأمن وساقت الدول مجتمعة قرارا بقبول عضوية دولة فلسطين بأغلبية 143 دولة لترسل إلى العالم ولإسرائيل وإلى واشنطن موقف الضمير العالمي مما يحدث. الحقيقة أن مشاهد الخسائر الاستراتيجية المتكررة التي تقع على إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة وبريطانيا ومن يتواطأ مع هذا العدوان الذي وصفه جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة بأنه خيانة للإنسانية، وبالتالي نحن أمام مشهد مصر تتحرك خلال الأيام منذ اقتحام معبر رفح في الجزء الفلسطيني منه بصرامة وبجدية وبعدم إتاحة الفرصة لإسرائيل لإعادة صياغة المشهد عند المعبر لتكون إسرائيل مجددا هي المحاور لمصر في إدخال المساعدات، فرفضت مصر ذلك في موقف جاد وهام، وانضمت أيضا على الصعيد الجنائي الدولي لدعوة جنوب إفريقيا لتعطي هذه الدعوة بحكم مكانة مصر ومصداقيتها الثقل المطلوب، واليوم انضمت تركيا أيضا للدعوة لتشكل قوة ضغط هامة على إسرائيل وكذلك على واشنطن، المطالبة وبشكل فوري للعمل من أجل إعادة الأطراف إلى مائدة التفاوض. مصر لن تفتح معبر رفح لتعطي مجددا الشرعية للاحتلال الإسرائيلي وأن تتعامل مع إسرائيل كقوة أمر واقع. مصر حددت، كما حتى حددت السلطة الوطنية الفلسطينية التي رفضت أيضا أن تدير المعبر نيابة عن إسرائيل وتحت سطوتها وسلطتها. الضغط الذي تمارسه مصر ضغط هام جدا، فمصر قوة وازنة وهي محرك الأمن والاستقرار الرئيسي، والتي تعمل منذ يعني أكثر من 40 عاما من أجل السلام لتعطي لإسرائيل الحق في الوجود مقابل الاعتراف بالدولة الفلسطينية. هذا المسعى المستمر ستبقي مصر دائما على رأس أولويات سياستها الخارجية، ولن تسمح لليمين المتطرف في إسرائيل والموالاة والتواطؤ الظاهر من الإدارة الأمريكية أن يغير الأمر الواقع وليفرضه علينا جميعا. ارتكبت إسرائيل من الجرائم ما سيقودها للمحكمة العدل الدولية في جريمة إبادة جماعية غير مسبوقة، مؤسسة الأركان حيث تتوافر النية والدولة أو الإثنية التي تقوم بممارسة
كل أعمال الإبادة التي ذكرت في القانون الدولي، وبالتالي بعد العدل الدولية ستكون هناك مذكرات توقيف في حق الإدارة الإسرائيلية الحالية بكل شخوصاتها. ننتقل بعد ذلك للمكاسب الاستراتيجية للقضية الفلسطينية في داخل الولايات المتحدة ذاتها. ثورة الطلاب، لا يمكن يا أستاذ يوسف نغفل أن ثورة الطلاب تلك حدثت أيام الحرب الفيتنامية، وكانت سببا من أسباب توقفها، وكانت أيضا سببا من أسباب سقوط الأبارتهايد، نظام الفصل العنصري البغيض في جنوب إفريقيا. أي أننا الآن أمام مرحلة ستكون فيها الأمور القادمة مختلفة بعد سقوط حكومة اليمين الإسرائيلي التي تحاول أن تستدرج المشهد لمزيد من العنف. حاولت باستدراج إيران للنزاع ونبهات واشنطن أن الحرب مع إيران ليست قرارا إسرائيليا، وانتقلنا بعد ذلك إلى العبث الذي قامت به في رفح، وتقف الإدارة الأمريكية لتتحدث على أن ما حدث في رفح ليس غزوا إسرائيليا كاملا، وعلى واشنطن أن تتحمل مسؤوليتها. القمة العربية هي جماع الصوت العربي. صحيح زي ما حضرتك ذكرت، موقف مصر تقف هذا الموقف منذ سنين، وتعلم أن هناك إرادة دولية غربية متواطئة مع إسرائيل، ولكن مصر عليها مسؤولية قومية وتاريخية ويحترم دورها. وربما ذلك الذي يفسر لك لماذا غضبت إسرائيل وربما واشنطن لدخول مصر على خط المواجهة في محكمة العدل الدولية مع دعوة جنوب إفريقيا، لأن لمصر ثقلها وقدرتها وصوتها مسموع على الصعيد الدولي. إذن عندما تتحرك مصر بشأن قضية معبر رفح وتوقف دخول المساعدات، الكل يعلم أن لإسرائيل كما ذكر السيد سامح شكري اليوم أكثر من 6 معابر برية، يتحدثون عن المعبر البحري الذي يجب أن نترقب ماذا يقصد استراتيجيا من وجوده. لكن في جميع الأحوال معبر رفح لن يفتح إلا في ظل وجود إدارة فلسطينية على الجانب، لا شركات أمنية ولا شركات أمريكية ولا شركات إسرائيلية، ولكن شريك فلسطيني. هذا هو الموقف. الخوف، كل الخوف يا فندم، انه يكون هذا رصيف البحر الامريكي هو اشبه بحصان طرواده بحاله عكسيه، يعني بدلا من ان يدخل الجنود الى طرواده يخرج الفلسطينيين من القطاع. يعني ده شيء مخيف ويدعو للمزيد من القلق، واصرار الامريكان على انشائه شيء غريب. يعني هي بكل تاكيد المعابر كافيه اذا ما كانت النيه طبعا يدخل مساعدات، لكن في جميع الأحوال علينا أن نترقب. جريمة التهجير القسري وقفت ضدها مصر منذ اليوم الأول. أي محاولة في هذا الاتجاه لابد أن يتصدى لها المجتمع الدولي ولن يسمح بها. أنا أيضا أؤكد على أن مصر واعية لكل ما يصاغ وكل ما يساق. علينا أن ننظر إلى الأمور كما تبدو لنا، كما يبدو لنا الآن هو رصيف لإدخال مساعدات إنسانية، نقبل بذلك ونرى في المستقبل شريك يدير الأرض بعد نهاية هذه الولاية اليمينية المتطرفة لنتنياهو، التي أظن زوالها هو في صالح الجميع بما فيه الشعب الإسرائيلي ذاته. والجامعة العربية كما ذكرت بعد يومين ستلتقي في المنامة لتصدر بيانا عربيا صارما وواضحا. كل ما يمكن تقديمه للقضية الفلسطينية سيقدمه القادة والزعماء العرب، رغم كل الانتقادات التي يمكن أن توجهها بعض الأوساط السياسية والإعلامية للموقف العربي. كان الموقف العربي حاضرا وبقوة وبصلابة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقود الجامعة العربية والمجموعة العربية الأسرة الدولية لاعتراف تاريخي بأحقية الدولة الفلسطينية العتيدة في عضوية الأمم المتحدة. وها نحن سنشهد بعد أيام قليلة اعترافات قادمة ربما من أيرلندا والنرويج وأسبانيا وغيرها من البلدان. رأينا مواقف شعبية جامعة للرأي العام العالمي. صحيح. يعني أنا قصدي كانت مواقف الحقيقة مشرفة إلى أبعد الحدود. الحراك الطلابي حراك عظيم. أشكرك جدا سيادة السفير، كل الشكر لحضرتك.